في خطوة لوضع حد للتلاعب بالصفقات وآجال إنجاز التجهيزات العمومية، استحدثت الحكومة الجزائرية وكالة وطنية خاصة لإنجاز الاستثمار في مجال التجهيز. الهيئة التابعة لوزارة السكن والتجهيزات العمومية تعمل على إعداد المشاريع والدراسات التنفيذية، بالإضافة إلى إعداد دفاتر الشروط وإعلان المناقصات وضمان متابعة الإنجازات حسب المقاييس والقواعد الفنية واستلام مشاريع التجهيزات العمومية. على موضوع استحداث الوكالة الوطنية لإنجازات استثمارات في مجال التجهيز، فبالطبع تعتبر هذه بادرة جيدة جدا، وهذا راجع لعدة عوامل. العامل الأول هو أنه تفشي الفساد في عدة مؤسسات، ورأينا أنه دفتر الشروط يخرج قبل ما يعنى عليه، وشفنا كذلك بعض الملفات في بعض الشركات سواء كانت تبع قطاع النقل أو قطاعات أخرى، فبالطبع هذا شيء غير جيد، لكن راح تنقص كثير جدا من الفساد، وراح تعطي مصداقية كبيرة لهذه الوكالة. إذن فالآن المبدأ نعاود نكرر هو جيد، لكن الميكانيزمات اللي لازمها تكون مش كوش إدارية محضة، لأنها رانا ما عملنا والو، حتكون مركز القرار، مركز القرار راح تؤدي إلى أخطاء كبيرة. وبحسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تم تحديد مهام هذه الوكالة وتنظيمها وسيرها، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة. ومن مهامها العمل على إعداد دراسات التصاميم ودراسات المشاريع التمهيدية، وكذا الدراسات التنفيذية لكل الأشغال المرتبطة بمهامها وضمان متابعتها. المبدأ جيد جدا، لكن علينا أن نوضع آلية وميكانيزمات باش ما نوضعش في الأخطاء، لأنه الهدف نتاعنا هو أنه دفتر الشروط يكون جيد جدا، العقود تكون جيدة، التقنية كذلك تكون مدروسة جيدا، الحفاظ على التايمينج على الأوقات، كل هذه الأمور موجودة. إذن في الأمر الأول لابد أنه هذه الوكالة يكون فيها أعضاء موجودين، إذا كان من يكون فيه مجلس إدارة، بالطبع مجلس إدارة ما يكونش إلا من العمال أو ربما المسؤولين تاع قطاع السكن أو قطاعات وزارية، بل يكون كذلك من بعض الخبراء اللي عندهم استقلالية في القرار، بالطبع يدرسوا الأمر هذا. النقطة الثانية كذلك لابد من وضع بما يسمى بالذكاء الاقتصادي الانتليجنس ايكونوميك، ربما بعض العسكريين يكونوا متقاعدين في الجيش وعندهم خبرة كبيرة في الانتليجنس ايكونوميك أنهم يكونوا أعضاء كذلك في مجلس الإدارة هذا. الوكالة تعمل أيضا على إعداد بطاقية المعايير التقنية والهندسة المعمارية للبناء وتهيئة التجهيزات العمومية التي تندرج ضمن مهامها، وتحيين محتواها والسهر على احترامها، مع ترقية استخدام المنتوج الوطني خلال مسار الدراسة والبناء والتجهيز والصيانة، وتفضيل عمليات البناء التي تعتمد على المواد المحافظة على البيئة والأقل استهلاكا للطاقة.